اليوم اللجنة العليا للطفولة بمشاركة مركز الصفاء للصحة النفسية والاستشارات النفسية موجودة معنا بمشاركة في إنجاز دراسة كانت حول الآثار السلبية لجائحة كورونا على طلبة الشهادة الإعدادية. اخترنا هذه الشريحة من الطلبة لأن لها خصوصية معينة في فئة عمرية ومرحلة انتقالية ما بين شهادة إعدادية وشهادة ثانوية، وذلك لقياس مدى تأثير الجائحة على توقف الدراسة اللي تم خلال الفترة الماضية أو ما أثرت عليهم الجائحة خلال هذه الفترة. فكانت عندنا بعض النتائج يعني المقلقة بأن كان في قلق، كان في خوف من عدم مواصلة الدراسة، من عدم استقرارهم في مدارسهم، من عدم تحقيقهم لنتائج جيدة في هذا الموضوع. وأيضا درنا توصيات بحيث أن احنا تكون في قرارات جيدة، تكون الحكومة في الموعد في إعداد بعض التجهيزات الخاصة بالحماية في كورونا، ليكون لتبعث رسائل استئمنان وأمان للطلبة بأنه أهلهم بالدرجة الأولى، بأن لا خوف متواجدهم في المدارس. وهذه معطيات عالمية احنا حاولنا ان احنا ندفع بها كلجنة عليا للطفولة مع وزارة التعليم واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا، والحمد لله نجحت بأنهم هم رجعوا رغم أنه كان في تذبذب في الرجوع في الأول، لكن الآن استقرت الدراسة ورجعت الحمد لله. أيضا اليوم لدينا حملة توعوية أنهيناها حتى داخل المدارس بنفس الموضوع، وكانت ناجحة جدا لرفع الوعي الثقافي وروح الوعي الأمني لدى مجموعة الطلبة والمقدمي الخدمة من مستشارين أخصائيين ومرشدين نفسيين ومسعفين داخل هذه المدارس. وحققنا في خلال من خلال 8 بلديات نتائج ممتازة جدا، ونتمنى أن يكون الاستمرار بدعم من الدولة بإذن الله. شكرا لكم.